ايه؟ في ايه؟ عمالة تلبسيني وعمالة تبربعيني وعمالة تحركي شنايفك وحنايفك. مالك يا بت؟ خلي بالك، خلي بالك بعد وشي. انا متفرجة على افلام التحرش كلها من اول كوبري في الظلام لحد ظبطني احمد على الترعة. خلاص؟ يعني انا من ايام اديله جامد عشان جامد ما خدش. خلاص يا ست قطاطة، خلاص انا بتقبضي. خلاص يا ست قطاطة، حقك عليا. الله، في ايه؟ ولو اني مش فاهمه هي بتتكلم في ايه. وادي راسك ابص. ايوه اترمي هنا يا بنت، اترمي هنا يا بنت، وبصيني من رقبتي وعديني من عند بره الحرمة بتاعت الودن. بس ايه؟ انت عارف ليه لو ليلة ما بتسكتيش خالص؟ بتسكتي امتى؟ اما نام مرة مندوحة. بقولك ايه يا بنت؟ انت يا وليه مندوحة؟ في ايه يا مرة؟ عايزة ايه؟ اما تيجي بحطك السيدة عيشة بقوليني عشان عندي. اتكلمت ايه الصوت اللي انا سمعته؟ انت يا مين كذب؟ مفيش حد. صوت جاي من هنا. انت يا وليه كلمتي؟ مرة كلمت. يا نهار ازرق على الصوت ده، ايه ده؟ ما تتكلميش وانا بتكلم، انت فاهمه؟ انا الصوت بكير. اول مرة شعير. الصوت شعير. شعير ايه؟ اسم بكير. اسمك ايه؟ بكير. بكير ولا صغير؟ مفيش حد بيضحك. بيضحك على ايه؟ ده ان الصبا دي انك بكير. اسمي بكير. بكير اسمك كده بكير. خلاص خلاص؟ ايوه. انت بقى من عليه؟ ما انت شكلك هتتعبيني. ما ايوه كده الصراف. يلا لليمين دور. انصرف يا وليه منك. ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت هتاكلني؟ خش في الصف، خش في الصف يا وليه. طب الزباله دي خرجت بالصف. لا دي مش هخلها. ايوه اللي خرجت. خرجت فين؟ هي دي. مالك انت عبيط؟ خش هنا في الصف. خد يا بيه، تعال سكي يا اخت، اطلع قدام شويه كده. صباري يا اخت، حلو تعالي كده اديني وش. مش كده كده؟ ايه الناحيه الثانيه؟ خلصيني ياما، تعالي كده. بص للكاميرا هنا اللي بعد. يا ليلى سودا. وفين يا وليه؟ في ايه؟ انت هتدوسيني؟ عربية؟ ايوه هنا اهو. ما امسك النمر. ايه النمر دي عربية؟ عربية ايه قالوا ليه؟ هتطلعلي رخصة؟ رخصة ايه؟ نمرتك في السجن هنا. يلا حطيه. ما قدام؟ لا فوق فوق. فوق؟ ايوه فوق فوق. ما ايه ده؟ ايه ده؟ ده كده ان السجن انت بتعملي حطها على ايه؟ ايه ده؟ امسكها في ايدك. كده؟ ايوه ايوه. يلا بص على القمر. عندك كده؟ لا كده؟ ايوه ايوه ايوه. أيوة. يا سوادي على الاوضاع. لا لا انت ايه بتصورها على البحر في اسكندريه؟ ما تروح في حنن يا وليه. لا
انت عايز تسرق ايه؟ هو كان سريرك؟ كان سريري. وحصل له ايه؟ بقول لك ايه؟ هتقعدي تهزري معايا وتهدرقي؟ لا يا حبيبتي، انت عايزه كده اول ما تيجي تاخدينك دور اول وانت لسه مستجده؟ ده مستجده وضع الامارات. بصي يا حبيبتي، انا عطاطا جرايه. وليه انت تكونش فاكره له خده ولا ايه؟ انا ابوي ايه ده؟ صدقني ما خدش بالي انها مش لوكانده. امال ايه ده؟ في السجن يا حبيبتي، في السجن يا عينيا. والسويت بتاعك فوق مكان ست اجلال. ومين ست فنجان دي قدام في الطبق؟ ما نامت يا اختي وخلاص، وارتاحت من الدنيا وبلاويها. عقبال السامعين يا رب. قومي يا وليه، سيبك منها يا قاضية يا اختي، شكلها كده اول مرة تيجي القناطر. لا يا حبيبتي، ازاي اول مرة ما اتصرف في القناطر؟ ياما جيت القناطر وخدت معايا فسيخي ورنجيتي وبيضي وعيشي وكل حاجة انتهت في كتاها كانت. يلا يا ولية، يلا يا ولية، قومي من على السرير. يلا قومي يا مت قيامتك. ايه؟ لا يا حبيبتي، ده بيزار واحدة وبس بقى. ده يا حنان كرهت، ايوة يا ريت ارسي. يلا يلا خديجة، دي بتتمطع. لا، اغراء وانوسة. يلا يا جربانة، لا ترسي يا ريت تتكرر مفقوسة. الولية اللبط دي، ايه ده؟ ايه دي؟ جاية من منين الدهية دي؟ ايه هي الولية دي؟ فاكرة نفسها هتهتنا ولا ايه الموضوع؟ بقول لكم ايه؟ عايزين نتلم على الولاية ديت ونرقحها عرقة استقبال المستجدين. ماشي؟ هنستقتل العنف. يلا يلا. مين اللي عامل فيكم كده؟ عطاطا. انت يا طاطا؟ ايوه انا عطاطا. سلام وقول من رب الرحيم. اسمعي يا ست عطاطا انت. ايوه. بره تبقى حراميه، نشاله، تسرقي، تنصبي، كل ده على عيني وراسي. هنا لا، انت هنا في مملكه عباس النهري. ده كل اتوبيس النهري؟ شباب! شوش عطيه؟ نعم يا فندم. السجينة دي تطبخ وتكنس وتمسح العنابر كلها. ما بعرفش اطبخ ولا في تتعلمي. ما بعرفش اقرا. تخرسي خالص. وانت عم العديم من عندنا هنا. وبعدين بقول لك ايه يا صلب كير؟ اقوم ولا ماشي. تنفيذ الاوامر عليك، وبعد ما تعمل كل الحاجات دي تتنقل على الحجز الانفرادي، فاهم؟ اوامرك يا باشا وينفذ يا باشا. نيله في شكلك. لا لا تغطس ما تقل، والاتوبيس بتاعك يقف. يا رب اتوبيسك يقف. انا بريئه، انا زلومه، انا تلعب ليا. يا مرض دويه نزول على السرير. يلا مش عارف اجيش اقدر ضرب الزبزب.
الليلة بتعيدوا عرب الملك تبارك وزيدوا يا رب تبارك يا رب ينزل العرس ويندب يا رب تبارك وزيدوا خد يا خد يا محصورة امسك يا اخي رغم ان في بيني وبينك سرير وانت عملتلي مشكله بس اهو خد يلا افرحي على العموم حسابنا بعدين ايام السجن طويله قوي يا هنوسه عقمت ايدك قبل ما تغرفيني يا اختي انت ليه كدتي فيها دي انت مش شايفه نفسك يا بنيه ده انا شفتك ربنا فتح بصيرتي وشفتك محصوره يعني قاعدينك في الحمام بجيب الاكل يا وليه تحطي كمان يا اختي من بيت اهلك ما يا اختي كوني اهو بالسم الهاري بقول لك ايه لو ما تلمتيش والله العظيم بنيه كده اخشك اجيبك الارض ما تقومي ابدا حموده ما انا ببصي انا بصي يا حبيبتي ما بتكلمش مع واحده بترفع الرجاله وجايبهم معاها يا نهارك اسود رجاله ايه يا وليه ما هو عقل جنبك اهو انت مالك انت مش انت اللي قاعد معاه بقول لك ايه يا وليه انت ابعد عني وتلمي احسن ودين ربنا لا بعزق بيكي الارض واخد فيكي تقبيده وانا مش فارقه معانا كده كده جوه السجن ماشي يا صلاح حياة امك انا ابلغ عنك الاداره يختت ليه على عينك ويمشي كده ابراهيم ايه يا اختي كرهي ابراهيم ايه ده باين عليك عايزه تضرب النهار لا يا ست ماليش مجال اهلا يا ست ياك حمالي اهلا يا ست اللي بزع عنه هم دول ولادي تعالي اسلامي رد يا تسلميلي يا حبيبتي الله يخليك يا حبيبتي ربنا ما يحرمني منك يا رب رد يا رد يا اختي يا اختي تسلم ايدك يا ست عطا خدي يا بنت اوعي كفايه خدي هنا اهو يلا يا بعض بكر ايه انت في لحمه انا شايله لحمه تحت المرتبه بس معقوله يا خالي انا هنت على امي قوي كده للدرجه دي ده حتى ما جاش في دماغها تيجي تزورني ده انا بنتها الوحيده معلش يا بنتي امك مش في دماغها غير العريس وبس وعلى فكره هي مش مصدقه انها هياخد اللي وراها واللي قدامها ويفلسعها عارفه يا خالي عارفه زادت معرفه ربنا يفك ديتك يا بنتي وهانت ليكي ان شاء الله بقى قطع لسان اللي يجيب سيرتي بكلمه يا سلام لو انا يا اختي كنت دخلت السجن في قضيه مخله للشرف ولا ايه طيب كلها كام سنه كده واخد لهم واقطع لسان اي واحده من نسوان الفاضيه دول هما نسوا انا مين ده انا قاضيه يا حبيبتي قاضيه والاجر على الله قول يا واد قول يا بنت وبعدين حصل ايه قولي انا مش عارفه مال الدنيا بقت وحشه كده ليه ومالها بقت مليانه ناس ولاد حرام ومفتريه يا بنت استعواذ ربنا اللي الحق عنده ما بيضيعش بقول لك ايه يلا انا مش ملاك عليا النعمه انا يوم ما هطلع من هنا لا لازم اخد حقي تالت ومتلت ان شاء الله بالقتل ما انا ما عادتش فارقه معايا اي حاجه ربنا يصبرك ويعوض عليك ويفك ديتك انت ولي زيك يا بنت كله على الله يا رب فين ايام اسكندريه وبحر اسكندريه والدوره بتاع اسكندريه والغطس والعوم والبطاطس هو انت من اسكندريه يا ست قطاطة؟ ناري يا بنتي وانا شفتها قبل كده مالك يا بنتي ويا بنتي مالك كده مالك؟ صعبان عليا يا ست قطاطة الراجل الخسيس اللي اترميت هنا علشانه ما عبرنيش ولا جاي ولا زياره يا اختي معلش بقى نصيب نصيب ايه؟ ده انا كان نصيبي زي الفل راجل مقرش طول بعرض وايده فرته وكان هيعيشني في نعيم انا اللي اتنمرت ورحت للكلب برجليا ايوه يا اختي والكلب ما بياخدش الا كلبه اخصى عليك يا ست قطاطه انا كلبه برضو يا اختي وانت تولد من كلبه
على الاقل الكلمه موجوده في قلب البيت واصحابه البيت بياكلوها وبيشربوها احسن من البني ادمين. وبعدين يا بنتي يا عبيطه انا بفك معاكي. اقول لما بفك معاكي. ماشي. انت عارف حكايتك دي يا بنت؟ فكرتني بحكايه وانا رجعت السينما. دي حكايه دي يا ست قطاطة. حكايه؟ حكايه الهدم. حكايه اللمبي والنصيب. اللمبي والنصيب؟ ايوه. طب بقول لك ايه؟ ايوه. ست قطاطة؟ ايوه. ما تيجي كده بدل ما احنا قاعدين كاني انا جايه لك زياره وانت جايه لي زياره وتحكيها لي. طب ولعي لي سيجاره. ما تيجي يا بنت سيجاره ما تبقيش ماكينه فين الكبريت. استني. لا خدي. ما عايزك بقى؟ فين؟ اهي. انت مديانه اتنين ليه؟ يا ستي واحده. دي واحده؟ ايوه خدي يلا. طب اخد انهي فيهم؟ خدي دي الخمس. قدام ايوه. كملي لي بقى. ايوه. وايه الحكايه بقى؟ ادي كده اهو. يخش على الريقه، اللبن بيخش على الريقه على طول. يبقى الدين. اديكي خمسه. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. كان يا ما كان، يا سعد يا اكرام، كان فيه ولد اسمه الليمبي وابوه هريسة بن المهروس. وهريسة بن المهروس ده كان سليف بيستلف، ما كانش مخدي كائن من مكان الا مستلف منه، تقيل وخفيف كويس، والكل كان بيطمعه ويديله. ليه؟ على حس الكنز اللي هيجيله. من مين؟ من مين؟ كنز العيلة، عيلة ابو هريسة المهروس. اه وبعدين؟ بس يا ستي ست قطاطة ست قطاطة. ايوه انت مين يا بنت؟ انا اخلاص. ايوه يا اخلاص. ايوه وبعدين؟ بعدين ايه؟ في الحكاية. حكاية دي يا بنت يا موقوتة. حكاية اللمبي والنصيب. اللمبي يا حبيبي اللمبي اهو واقف اهو على البتاع اهو بيطرطش.